والآن يا سنافر الصغار، بحسب بيانات الفلكية يجب أن يبدأ شلال النيازكي هذه الليلة. أنا وهومري بيس سنقوم بمراقبة علمية مصنفرة لهذا الحدث، شلال النيازك. حسناً أيها السنافر، ابتعدوا عن الطريق، ابتعدوا عن الطريق، لقد وصل مساعد بابا سنفور. هاتي يا مفكر، دعني أساعدك. لا يا غبي، هذه معدات علمية ثمينة يجب أن يحملها سنفور بمستوى ذكاء عال جداً. أوه، مدرب على المسائل العلمية. غبي، من فضلك هلا. أوه لا 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 لا. أوه غبي، لقد كسرت مرآة مغرور. هل تعرف ماذا يعني ذلك؟ يا للهول، لا. يعني الحظ السيء. 7 سنوات مصنفرة من الحظ السيء. 7 سنوات من الحظ السيء. 7 سنوات قليلة عليك. لا تستمثل اهتماما لما يقول يا غبي، فهذه سخافات غير منطقية أبدا. لكن بابا سنفور، توجد دلائل علمية ثابتة. مفكر، هذا يكفي. والآن استمتعوا بشلال النيازك يا سنافر الصغار، سأعود بعد بضعة أيام. أتمنى لك رحلة مسنفرة. سنفر نيابة عنا. إلى اللقاء بابا سنفور. وتذكر يا غبي، بابا سنفور ليس دائما على حق. حقا؟ بالطبع لا، لكنني واثق من أنني على حق فيما يخص السنوات 7. أرأيت ماذا أعني؟ الحظ السيء لقد بدأ منذ الآن. أظن أن هذه البطيخة ثقيلة على العربة يا فلاح. أجل أجل، أليست بطيخة مسنفرة؟ إنها الأكبر على الإطلاق. ربما إذا طلبت من خياط أن يصلحه لي فسينتهي حظي السيء يا مفكر. انسى الأمر يا غبي، هذه البداية فقط، ستزداد الأمور سوءا أكثر فأكثر. هل أنت بخير يا شاطر؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير يا غبي، أنا بخير، لكن ابقى بعيدا عني. واو، لا، مزيد من الحظ السيء. ما رأيك يا رسام؟ يا آنسة سنفورة، أنت أجمل الجميلات، عصفورة السنافر، السنفورة. يا للهول، تحفة الفنية. أزهاري، إبهامي، بطيختي، كرامتي. حظي السيء بكل تأكيد. كما نعلم جميعا، أنا لست من النوع اللجوج، لكن علي استلام السلطة في غياب بابا سنفور واتخاذ هذا القرار الهام. يجب عزل السنفور غبي عن باقي السنافر، وذلك لحمايتهم من حظه السيء. سنفور مفكر، هذا غير مقبول. لا يمكنك معاملة غبي بهذه القسوة والمهانة فقط بسبب اعتقاداتك السخيفة. سخيفة؟ يا إخواني السنافر. حسناً، يبدو الوضع سيئاً. فترة عزل قصيرة. إلى حين عودة بابا سنفور. رأيي هو أن يحتجز. أيمكنني أن أقول شيئاً؟ أنا آتٍ أيها الطفل سنفور، أنا آتٍ. أيها الطفل سنفور، أيها الطفل، هل أنت بخير؟ إذن يا سنفورة. غبي، يجب أن أبقى محتجزاً 7 سنوات. يا غبي، فكر في الأمر بهذه الطريقة، 7 سنوات توازي 60,000 ساعة، ستمر بسرعة. أجل، أظنك محقاً مفكر. بالطبع أنا محق، أراك عندها. 13 14. حسناً يا هومني بيس، آمل أن يشاهد سنافر النيازك. إنهم بالطبع يفعلون. شلال النيازك من عجائب الطبيعة المدهشة. 15. عجيبة طبيعية بالفعل، إنها تجعلنا ندرك مدى صغرنا في الكون. بالطبع، يبدو أن بعضنا أصغر من الباقين. هذا أجمل مشهد سنفرته فيه. سبعة وأربعون، 48. أتعد نيازك يا أكول؟ نوعا ما يا قوي. 49. 50.
يا له من مشهد مدهش بالفعل، والنيازك جميلة جدا. هذا ليس عدلا، يجب أن لا يفوت غبي كل هذا. حسنا، أنا سأسنفر حدا لهذا الاحتجاز السخيف حالا. 64. يا للهول، غبي يا غبي. أوه غبي. ياي يا للسنفرة. أوه لا. إنه منزل غبي. لقد إنه منزل غبي. يا للهول، سمعت بالحظ السيء، لكن هذا سخيف جدا. يبدو أن النيزك وقع بالقرب من القرية يا هومنيبس. غير معقول، يا للحظ. أعتذر عن مغادرة العاجلة، يجب أن أتأكد أن سنافري بأمان. بالطبع، امضي في طريقك، آمل أن يكونوا بخير. إذا أسرعنا يمكننا الوصول في وقت الغروب. يا لها من لحظة حلوة ومريرة، تحفة رائعة على هذا النصب الحزين، على قبر سنفور تعيس الحظ. السنفور تعيس الحظ؟ أنا أهدي هذه المرآة إلى ذكرى غبي، ليس فقط لنعي حظ غبي السيء، لكن لجعل هذا المكان أكثر إثارة للاهتمام. يا للسنفرة لا. بابا سنفور لقد عد، حدث شيء فظيع بابا سنفور، فظيع. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن أبدا. سنفور غبي لم... بلى بابا سنفور، أخشى أن غبي قد... كيف أقولها لك بلطف؟ سنفر إلى مكان آخر. أكره أن أذكرك بكلامي يا بابا سنفور، لكن غبي تعرض لحظ سيء، لابد أن احتمالات حدوث شيء كهذا مسنفرة للغاية، أليس كذلك؟ يا لغبي المسكين، يا لغبي المسكين. أوه يا للهول، النوم في الخارج صعب بعض الشيء، علي اعتياد الأمر بما أن السنافر لم يعودوا يرغبون بوجودي. أشكرك جزيلا يا سيد سنجاب لأنك تشاركت طعامك معي، سأتعلم كيف أحصل على الطعام بنفسي عما قريب. قام أصدقائي باحتجازي لألا أصيبهم بحظي السيء، لكنني قررت أن أنتقل إلى هنا لأبعد عنهم الأذى. أوه لا، يبدو أن حظي السيء يتبعني إلى كل مكان. في حياته كان يحب جمع الصخور واللعب في التراب والوحول، وبسبب حظه السيء وطبعه الغفور أحزن فراقه قلب كل سنفور. شكرا يا شاعر، هذا مؤثر جدا. والآن إذا أمكنني أن أقول بعض الكلمات عن صديقنا الراحل. 7 سنوات بعيداً عن أصدقائي، هذا وقت طويل جداً، ولكن ماذا لو نسوا أمري؟ 7 سنوات، سيكون هذا فظيعاً. يجب أن أعود، يجب أن أسنفر نظرة أخيرة على أصدقائي قبل أن أرحل. لـ7 سنوات. وأظن أنه في وقت حزننا هذا علينا أن نتذكر أن موقع النيزك هذا أكثر من مجرد قبر، أكثر من نصب مخصص لصديق مخلص، إنه نصب لي أنا سنفور مفكر. ألم أكن أنا من قال إن غبي سيحظى بـ7 سنوات من الحظ السيء؟ بل بـ7 ساعات يا مفكر. لم تكن حساباتي دقيقة جدا. سنفور مفكر، لقد اكتفيت. اسمع، هذا هو رأيي بخرافتك السنفورية. أوه سنفورة، لابد من أن الحظ السيء سيلاحقك 7000 سنة. أوه اصمت يا مفكر، كل ما يجب أن نفكر فيه هو أن غبي، أن غبي قد رحل. سنفورة محقة، هذا كل ما يهم. غبي رحل. أوه، كم سيفتقدني. أوه لا، ماذا فعلت؟ إن حظي السيء يؤذي أصدقائي مهما ابتعدت عنهم.
كان قلبه طيبا للغاية. من كان قلبه طيبا للغاية؟ سيد غبي، سيد سنفور غبي. أوه لا، ليس السيد غبي. أوه لا، السيد سنفور غبي. أوه لا. هاي مهلا لحظة، أنا السيد سنفور غبي. غبي غبي. أوه ما زال حيا. يا للسنفرة، ظننا أننا لن نراك مجددا. سنفوري غبي، لم أكن في حياتي مسرورا هكذا برؤية سنفور. لم أشعر بمثل هذه السعادة. يا للسنفرة يا غبي، لو كنت قد بقيت في منزلك لقضي عليك. أجل يا غبي، أنت محظوظ بالفعل. أجل بكل تأكيد، من دون شك. محظوظ؟ يا لهذه الخرافات السخيفة، كانت مجرد مسألتي. أحاول أن أكون منطقياً، ولكن على ما أحصل.